لا يمكن للطالب أن يشتري يعني كتب بثمن 1000 و1500 دينار. الكتب تاع القصص والروايات ما عندناش ميولات لها. الدولة هذه ما تعطيناش البقرة ولا دعمنا في الحليب، تعاوننا في التراب. فاتورة الاستيراد تتجاوز سنويا 500 مليون دولار. هذا الورقة فيها الدواء يقولوا مليح لمرض السكر. هو مدين الله يرحمه هو اللي جابها، غير سالم هنايا.